السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم راه عندنا بزاف راكم تعيطوا، على كل حال تصلوا تقولوا لنا دي مارا جون كوت في طلعه كيفاش يعني توريو لنا. اليوم رانا معنا مع يعني متدربه رايحه بدير تعلم كيفاش تطلع في الطلعه دي مارا جون كوت، كيفاش تخدموا بالفرا وبديو فرا. تبعوا معنا ان شاء الله الفيديو هذا، يا لو كان يعني تستفادوا معلومه واحده منه. نذكروا لربي حنا رانا نشوفوا رانا في طلعه بدا تخدم، كاين دي مارا جون كوت كل واحد كيفاش يقول لك نخدم بالفرا، واحد يقول لك نخدم بالفرامة، واحد برجليه. دونك شوفوا تبعوا الفيديو، تبعوا معنا في الفيديو هذا ان شاء الله اشاره تاعك. شوفوا رجليها كيفاش راهي تخدم، وما متوش السياره تاعك كيفاش راهي تمشي. فوالا تبعوا بيا معنا رانا في طلعه كيفاش يعني مامتو في الازدحام كي تكون سيركيلاسيون. والله ما كاينه سيركيلاسيون تحبس بيك، حنا راه نشوف فيها راهي طلعه، هنا رانا طالعين كاين شويه ازدحام وكيفاش تحبس وكيفاش تقلع. دي مراج اون كوت كاين حدا كيقول لك، يقول لك براتيك رانا نشوفو. حنا تبعوا معنا نتوما الفيديو وشوفوا كيفاش تخدم برجليها كيفاش تعني راح تكونوا نستعملوا دي مراج اون كوت. هذا يعني كيفاش نديماريوه، نديروا الاشاره على اليمين نحبسو فوالا كاري لهنايا شو هاي طلعه العقل. نحبسو حبسي بالدوزيام كيما راهي ديالك، دوزيام نحبسو الفرا ومونترياج ديالك فوالا عاودي ديماري. شوفو بيان رجليها كيفاش راهم يخدمو، ديري البروميير ديالك فوالا. هنا راهي تخدم بلا الفرا اما، راهي تخدم بدون فرا اما برجليها كيفاش طلع، كيفاش لابوانت باتيناج تاعها تاع رجلها شحال طلعها مونترياج وتكمل تمشي. كاين يقول لك كانت تولي ترجع بيا اللور ونجبد فرامة نبقى حاصلة تكون عليها راسونات الناس صوني عليها من الخلف، وهي هاني سهلة كيما راكم تشوفوا فيها يعني راهي دير راهي تخدم. ونراكمش بلاك نطيحوا في ازدحام ان شاء الله ونشوفوا نوريوكم يعني كيفاش راهي تمشي في الطلعة هذي، راهي تحبس وتعاود تطلع فوالا بيان راح يمشي عادي عادي. انا دوك هكذا هنا في الازدحام نقصو بالفرا اونبري فوالا طري بيان. ديري بروميير ديالك وتبعي السيركيلاسيون تاعك فوالا نفريني ومونبري ولا هنا. شوف كش راهي رجلها على الفرا ورجلها على لومبرياج معقل. طلع اكسيلا فوالا شفتو كيفاش طلع شويه من لومبرياج دني لعندي بلا ما نستعملو الفراما، يعني تبعوا السيركيلاسيون بلا ما تستعملوا الفرامة. رانا هنا في الازدحام راه تشوف فيه، وفي ازدحام رانا في طلعه ازدحام. ممكن كاين اللي راه يشوف الفيديو هذا يقدر يعرف المكان اللي رانا فيه يقدر يشوفو فوالا. نعاود نقول شوف طلع شويه على اللومبرياج نحرج لها من الفرا طاكسي لير شويه وتروح، ما كالت لها ما رجعت بها اللو، ما تحرج اللي راهو من الخلف موراها ما نحرجو ما تكرت لها الطوموبيل ديالها. تبع الازدحام رانا بالبروميير والازدحام هنا رانا في طلعه ستان كوت فوالا. راه تشوفوا كيفاش راهي كوت طلعه فوالا مفرينين نحبسوا الفرا ولومبرياج ديالنا نطلعوا شويه على اللومبرياج نحرجك من الفرا اكسيلير وكملي تمشي. يعني حاجه سهله برك مساله اراده وحاجه سهله، فرا ولومبرياج ديالنا هكذا نتبعوا السيركيلاسيون ازدحام في طلعه. سيركيلاسيون كي تكون كوت لهنا نتبعوها عادي تبعوها بلا عقل فوالا طري بيان عاودي فوالا فوالا. هنا راهي كالات لها، هنا واش دارت؟ هنا طلعت رجلها بزاف طلعتو على لومبرياج وبقات حابزة على الفرا. هاك نحرجك على الفرا ناكسيليرا بشويه فوالا هكذا هاي ما كالاتلكش. هنايا في الحاله هادي هاي تكالي لك، بصح لازم تكوني رابي ماشي تبقاي تحوشي على المفتاح وتحوشي على النوض وكذا. لا سيركيلاسيون تروح وانتي تتسبب في الازدحام يكون موراك، لازم تكوني خفيفه مام كالات لك وصونوا عليك ما تقلقيش ما تخلعي ما كاين حتى حاجه. نوض السياره تاعي ونعاود نكمل عادي. نحرجنا شويه على الفرا طلع شويه على لومبريج اكسيلير تروح فيكل تاعك وحدها فوالا طري بيان. راك تشوفوا كش راهي تخدم برجليها عادي. نتبعوا في الازدحام في طلعه والازدحام تبعناه فوالا الفرا ولومبريج ديالك توجور بلا ما نستعملوا الفراما. هنايا هذه الطريقة اللي نقول لكم سما خفيفة. شوف غير نطلع شوية على اللومبرياج، طلعي شوية رجلك على اللومبرياج واش ديروا هاك صافا هكذا راهي كالاتك. طلعتي بزاف رجلك على اللومبرياج
فوالا هنا دوك نطلعوا شويه برك نحس شويه الطوموبيل رجلي طلعت نحرج لك فوالا نمشي نعاود نومبريي نكرازيه ونفريني نطلع شويه الاول رجلي الاولى شويه على لومبرياج ومن بعد نحرجي من الفرا ونكمل فوالا الفرا ولومبرياج ديالنا نعاود نطلع شويه على لومبرياج نحرجك على الفرا ناكسيلار ونكمل نمشي ماشي دوك كانت لك لازم تكوني خفيفه ومن بعد هذيك ماشي تكالات نبقى نستنى ونشوف وكذا وانتم كاين بزاف اللي اتصلتوا يعني كيفاش الطريقه هذه واحد تقول لك انا سييتها ما نجحتش واحد يقول لك راني زاد صعيبه لازم نمشي غير بالفرامه هي اسهل طريقه هذه هي اسهل طريقه نسبق نحي رجلي شويه على لومبرياج ومن بعد هذيك نحي من الفرا لاكسيليراتور نكمل نطلع نكمل سما يكون ميزان رجلي تهبط على الاكسيليراتور وتطلع على لومبرياج في وقت واحد ماشي نبقى معبز على لومبرياج نبقى معبز على لومبرياج ولاكسيلير هكذاك راح نحرقوا الديسك تاعنا وما تقلعش كاع السياره تاعنا بصح كي ناكسيلير شويه نحي شويه على لومبرياج تري بيان فوالا اومبري اكسايك تري بيان وفريني شوفوا رجليها كيفاش راهي مستعمله انا رجليها كيفاش راهي طومبري وتفريني هاي تخدم غير برجليها الفرا امام ما راهيش كاع يتك تيليزي فيه ما درناش كاع ما استعملناش كاع الفرامه فوالا نكملوا الازدحام تاعنا نكملوا السير بالفرا وكي نشوفوها طولت طولت سيركيلاسيون راهي مطوله نديرو فوامور نقطه الميته فوالا اجبد الفرامه ديالك ونحي رجليك فيه زوج فوالا خليها هكذاك رجليك كي تشوفي لي ستوب تاعهم اللي قدامك راهم طفاو ندير نكرازي لومبرياج ندير البروميير السرعه الاولى تاعي ونعاود نقلع نكرازي لومبرياج ديالك اكسيلير شويه هنا ديمارا جون كود بالفرام اكسيلير بالعقل فوالا هنا ما استعملناش فرابي استعملنا الفرامه باسكو علاه طولت وحنا حابسين شويه مي كي تعود تمشي تحبس وتشوف تمشي ثم يعني ما يكونش يعني زوج ثواني ثلاث ثواني نخدمو غير بالفرا ولومبرياج ها كيما دوك هنايا يعني حبست نكرازي ولومبرياج ديالنا والفرا علاه مام طوعت باش الطوموبيل تاعك ما تكاليش نطلع شويه على اللومبرياج باش ما ترجعش بك للخلف وناكسيلير ونروح هكذا وان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا يعني من المعلومه هذه والفيديو هذا ان شاء الله يكون خفاف عليكم وفي درس اخر ان شاء الله.